كديرين لاباس عليكم. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم غادي يكون خفيف ظريف وغادي يعجب بزاف البنات وبزاف البنات عزيزه عليهم هاد لاماك اللي ندوي عليها اللي هي الشوغر بير هير وديما كيسولوني عليها. اليوم غادي ندير لكم فحال الانبوكسين، غادي نعرفكم على الباك باك من لاماك شوغر بير هير وشنو فيها الداخل، حيت حاطه لينا من غير الفيتامينات اللي معروفه بهم حاطه لينا مجموعه من الهدايا. اول حاجه قبل ما نديرو الانبوكسين لهذا الباك باك، غادي بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هذا لامارك غادي نخلي لكم فيديو كنت درتو عرفت مزيان، يعني عرفت على لامارك شوغر بير هير، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف كذلك هنايا. ولكن بخلاصه فهي شركه امريكيه معروفه بالمكملات الغذائيه ديالها اللي معروفين بزاف وبزاف الناس، يعني الملايين والملايين اللي جربوا المنتجات ديالها. عندها شوغر بير هير فيتامين اللي كيجي بحال هكا، كنظن انكم كاملين غتكونوا ديجا شفتوه. هاد شوغر بير هير فيتامين فهو فيه مجموعه من الفيتامينات والمعادن اللي كيليقوا لينا الشعر والاظافر ديالنا باش يكونوا في صحه جيده ويطوالوا وما يكونش كيطيح لينا الشعر ديالنا بزاف. عندهم كذلك شوغر بير هير وومنز ميلتي اللي كيجي بحال هكا، اللي فيه مجموعه من الفيتامينات اللي كيليقوا لينا البشره ديالنا باش تكون صحه جيده وما تكونش شاحبه، وكذلك الشعر والاظافر. واخر حاجه عندهم هو الشوغر بير سليب اللي كيجي في الموف بحال هكا، اللي فيه المغنيسيوم وفيه مجموعه من الفيتامينات اللي كتحسن من الجوده ديال النوم ديالنا كناخذوه في الليل باش الصباح ملي كنفيقوا كنكونوا مستافدين مزيان من هذاك يعني النعاس اللي نعسنا، وكنفيقوا اننا حاسين براسنا اننا نعسنا كفايه. وصراحه حتى هو جربته، غادي ندير لكم عليه فيديو خاص حيت بزاف الناس ما كيعرفوش الفوائد ديالو ديال الشوغر بير سليب. المهم ودابا غادي ندوزو للباك باك من شوغر بير هير ونشوفو شنو فيها. اول حاجه كيجي ساكادو كيف كتشوفوا، ساكادو اللي الكاليتي ديالو زوينه بزاف، الداخل ديالو فيه مجموعه من في بزاف الجيوبه الداخل، و الشكل ديالو غادي يقولوا انه ديال الدراري الصغار ولكن لا، هو دايرينو للناس الكبار ماشي الدراري الصغار. كيف كتشوفوا كيجي زوين بحال هكا، انا صراحه كيعجبوني كاع دوك الحوايج الكيوت هكا كيعجبوني وكنبغي يكونوا عندي. وكيف كتعرفوا عزيز عليا اللون الغوز بزاف، وكذلك هاد التوكوا كيعجبني بزاف. فوالا شنو كيجينا في هاد الباك باك؟ اول حاجه كيجي عندنا كتجينا تريتمون ديال 3 موا من شوغر بير هير، فوالا اللي بحال هكا تريتمون ديال 3 موا من شوغر بير هير فيتامين. فوالا انا هذا بديتو، كيف قلت لكم هذا كيليق للشعر والاظافر ديالنا باش يطوالوا لينا دغيا ويكونوا في صحه جيده. كذلك كيجي تريتمون ديال 3 موا من وومنز ميلتي، فوالا كيف كتشوفوا كيجي تريتمون ديال 3 موا، و كيجيو مجموعه من الهدايا. ساك صغيور ديال الماكياج اللي كيجي حتى هو على شكل دب اللي معروفه به شوغر بير هير، والكاليتي ديالو غزاله بزاف، اللي فيه الداخل فيه لابغوس ديال الخشب اللي بحال هكا. انا الصراحه ملي وليت كنستعمل لي بغوز ديال شوغر بير هير ما بقيتش كنقدر نستغنى عليهم، رطبين وما كيطيحوش لينا الشعر، وملي كتكون كتمشط ليهم بحال كدير مساج للشعر ديالك. كيجينا كذلك لاستيك باش نجمعو الشعر ديالنا، ستيلو اللي عجبني بزاف هاد ستيلو اللي توا في اللون ديال توركوا ومكتوبه فيه شوغر بير هير. وشنو اللي زوين فيه انه فيه هنايا كيكتب بالبريون واحد بلو سيال وفيه بريون، وهنايا الجهه الاخرى ستيلو عادي. وكيجينا الهيد باند اللي كيجي على هاد الشكل اللي كنجمعو بيه الشعر ديالنا ملي كنبغيو نديرو الماكياج، ولا ملي كنبغيو نغسلو الشعر ديالنا وكنبغيو الوجه ديالنا وكنبغيو الشعر ديالنا يتمس، كيجي على هاد الشكل. وكيجينا كذلك هاد البوني هذا اللي على هاد الشكل،
هذا فيه زعما كيلاق جوج حوايج. الحاجه الاولى هي ملي كنديروا شي تريتمون الشعر ديالنا هو من الداخل بحال الشكل ديال الفوطه كيف شفتوا كيحمي لينا الشعر ديالنا وكيسخنوا وكيخلي هذيك التريتمون يعني الشعر يتنفع بها. ومن هنا امبرميابل يعني ما كيقيسوش الماء يعني الا بغينا ندوشوا بلا ما نغسلوا الشعر ديالنا. واخر حاجه هو هذا البورت كلي. فوالا كيف شفتوا هادو هما الحوايج اللي كاينين داخل في الباك باك. تريتمون ديال 3 موا ديال وومنز ميلتي اي 3 موا ديال شوغر بير هير فيتامين. كذلك كاين معاهم تروس ماكياج اي لا بروس ديال الخشب وبزاف الحوايج بحال هكا. هادو كاملين كاينين في الباك باك. اي معلومه غتبغيو تعرفوا على الموقع ولا اللين ديريكت باش تاخذوا الباك باك غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف باش تعرفوا كل شيء. سورتو دابا راس العام بزاف الناس غيبغيو يشريو الهدايا اما لبعضياتهم اما لراسهم. تشريو الهديه لراسكم اما تشريوها للناس اللي عزيز عليكم. كيف ما قلت لكم غنخلي جميع المعلومات في صندوق الوصف. وبالنسبه لموقع شوغر بيرهير فهو كيصيفط لجميع الدول فيما كنتو غيصيفط لكم. خاصكم غير تكون عندكم كارت انترناسيونال باش تشريو من الموقع وغادي يصيفط لكم اي حاجه بغيتو حتى للدار. المهم كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم سيرتو البنات اللي عزيز عليهم هاد لامارك بحالي. ولا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك وكذلك الا كنتو باقيين ما شاركتوش شنو كنتسناو شاركوا.